أكيد حضراتكم تابعتوا من اليومين اللي فاتوا الفيديوهات والأخبار عن حالة الطقس السيئة جدا والأمطار اللي حصلت في عدد من دول الخليج، تحديدا دولة الإمارات العربية المتحدة اللي تعرضت لنسبة كبيرة جدا من الأمطار والسيول والفيضانات ما حصلتش من 75 سنة. أخبار كتير، كلام من خبراء الأرصاد الجوية أكدوا أن الأمطار دي من المفترض أنها كانت تنزل على مدار سنة كاملة، اللي حصل أنها نزلت كلها في يوم واحد أو يومين. عشان كده شفنا المشهد الغريب مش بس في دولة الإمارات العربية المتحدة، لكن هو مشهد الحقيقة غريب على المنطقة كلها، حالة من التطرف المناخي زي ما نقدر نقول، وسيول وأمطار وأحوال طقس سيئة منه. حاجة غريبة جدا، الموضوع لسه يعني مخلص، ولسه في دول خليجية كتير متأثرة بالطقس السيء ده. يعني السعودية مثلا فيها حالة من عدم استقرار في الأحوال الجوية ممكن تكون مستمرة لغاية يوم الاثنين، ربنا يسلم إن شاء الله. في أمطار وفي سيول في 6 مناطق موجودة هناك، سلطنة عمان، اليمن، السلطات هناك رفعت حالة التأهب مع التوقعات بأن هيكون في موجة تانية من الأمطار خلال الأسبوع الجاي، ربنا يسلم وربنا يحفظكم. هذه مشكلة مننا فعلا، مفيش حسابات مع التغيرات المناخية زي ما بعض الخبراء بيقولوا، دي حالة من التطرف المناخي، فجأة ممكن تفاجأ كده بطقس سيء جدا، الجو يبقى حر جدا، مرة واحدة الجو يكون ممطر يصل إلى حد السيول والفيضانات، ممكن كمان تشوف الفصول الأربعة في يوم واحد. بالتالي التغيرات المناخية دي أصبحت أمر واقع الإنسان بيعيشه في كل مكان في الأرض، ليها تداعيات كبيرة جدا، وللأسف بعض التداعيات بتكون ضارة ومؤثرة. يمكن احنا في مصر كنا من اوائل الدول يا محمد اللي اتكلمنا وحذرنا من مخاطر التغيرات المناخيه، وكان في حرص شديد من مصر على استضافه كوب 27 في شرم الشيخ، واللي طبعا اصدر مجموعه من القرارات المهمه الخاصه بمعالجه التغيرات المناخيه والتقليل من ظاهره الاحتباس الحراري، وانه لازم يبقى في التزام دولي بتمويل المشروعات النظيفه وتقليل استخدام الوقود الاحفوري علشان نلحق ننقذ ما يمكن انقاذه. اللي حصل بالفعل حصل خلاص، لكن إن شاء الله الأجيال الجاية تبقى عندها الفرصة أنها تقعد في مكان نظيف وتعيش في جو أنظف بكتير من غير ما يحصل التغيرات والتقلبات اللي احنا شايفينها. ربنا يسلم إن شاء الله بالالتزام بالقرارات، الأمور إن شاء الله تبقى أفضل الفترة الجاية. صباحكم زي الفل، جمعة مباركة عليكم، صباح الخير يا مصر.